بالنسبة في العلاقة بالقضاء، هي علاقة احترام متبادل، وبعض المحامين وهم قلة يشيعوا اتصالات برجال القضاء، وعشان حتى يأخذ القضية يشيع باتصالات. كل ده غلط، وغلط ينكبه هو طريقا صعبا، لأنه بتسوء سمعته عند القضاء ويخافون من التعامل معه حتى لا يساء سمعة القضاة أنفسهم. وبالتالي المحامي يجب أن يكون دغري، يكون مستقيما حسن السمعة، لا يستغل أي علاقة صداقة أو تعاون أو أي كفاءة بالقضاء على أنها علاقة شخصية سيكون لها دخل في القضية. كل هذا نتائجه وخيمة. وللأسف أنا بأسمع عن تدخلات بهذا المعنى، وأعرف إن نتائجها بتبقى وخيمة، لأن القضاء يتبرؤون من ذلك ويدافعون عن أنفسهم وعن سمعتهم بالحكم بما لا يتفق مع قد يشاع عن ذلك. ولهذا فإن العلاقة بين المحامي وبين الدفاع يجب أن تكون احتراما متبادلا. وأنا أذكر عندما كنت بدأت حياتي وكيلا للنيابة، إن مرة دخل لي محامي مع المتهم في قضية تلبس، بصيت ومحبوس، كان المتهم ما دخلش. ده بعد كده اتخذت الدرس ده، المحامي دخل لي وقال، وقريت القضية لقيتها حرام يحبسوا الراجل، قلت يفرج عن المتهم من سرايا النيابة ولا شفت المتهم ويعرض علينا. بعد كده حصل، رايح اغسل ايدي لقيت المحامي بيكلم المتهم بيقول له انا اصلا اعرف وكيل النيابه، خليته يفرج عنك من غير ما يسالك. ندهت المتهم، كنت هحبسه وفي حضور المحامي، ما تعملش كده تاني. وبعد كده خدت الدرس، عمري ما اصدر قرار الا بحضور المتهم نفسه مع المحامي. ده مسلك من المحامي غير صحيح، وأنت في أول حياتك ما تعملهاش. تأكد إنك هتخسر أكتر ما هتكسب، هتخسر في اللونج ران، لأن سمعتك هتبقى هيبعدوا عنك. وبالتالي يجب لما تدخل على قاضي أو محامي يبقى حتى لو تختلي بيه ما يخافش منك ولا ما يشاع عنك، لأنه هيعرف انك انت ما بتسئلوش والسمعه بتاعتك حسنه. وبالتالي هذا الاحترام المتبادل هو الذي يرصع المهنه ويجعل المحامين دائما ليسوا اقل من القضاء لما لم يكن افضل، لان القاضي بعد ان ينتهي به الامر يشتغل محاميا. وكان رئيس محكمه، اول رئيس محكمه عبد العزيز باشا فهمي محاميا، بل وصل الى نقيب المحاماه، نقيب المحامين، لانه بعد ما كان رئيس محكمه النقض. فبالتالي يعلم القاضي انه نهايه المطاف انه وحلمه انه يشتغل محامي. واذكر بعض القضاه كانوا يقولوا احنا ندمانين ما اشتغلناش محامين من الاول، ونستغل علمنا وحركتنا دي كلها في المحاماة.